في بلد تكثر فيه الطوائف وتضيق المساحات المشتركة، وفي بلد اختبر شعبه الحروب الأهلية والطائفية لسنوات طوال، يشكل تقديم النذور ظاهرة جامعة لمختلف الأديان. هلأ أنا دارت ندر من شي شهر وتحقق وجاي أوفي ندرة. إجا لعنا ضيف من 16 سنة أجنبي، والعجيبة هو كان عنده كونسير بمعدته مميت، وبس فكر هو فات على العملية قال له يا مر شربل إذا أنا رجعت من العملية أول مشوار بيجي لعندك على لبنان. Je suis accompagné avec des élus de la ville de Saint-Max en France, en Lorraine plus particulièrement. Et maintenant, on sait que le 22 de chaque mois est un jour important pour les chrétiens du Liban. Donc on aura une pensée chaque 22 du mois pour vous, parce qu'on aura vécu ici un moment de rassemblement. On a vu un petit peu tous les chrétiens du Liban ensemble se rassembler, être les uns à côté des autres. Bien, écoutez, je crois que c'est ça qui fait la force des hommes et des peuples, c'est d'être ensemble. كان عمري شي 3 شهور تقريبا، دكتور شامي وقتها قال للماما انه هالبنت اذا بدها تعيش بتعيش عطيله او ما بتعيش اذا بدها تعيش. بمثل هالايام ب 18 تموز كان في مسيره على مشار بالعطريق طريق حبوب، بتقوم امي قد ما بتزهق من الادويه اللي عطينا اياها الحكمة بتكبهم من الشباك، بتركها وبتصلي وبتقول له يا بتشفيها يا بتاخذها من هون. بزيت الليل الساعه 1 بتطلع حبه على راسي، بعدها لهلا ما بيطلع عليها شعر، بيطلع منها دم. بتحملني وبتاخذني عند الحكيم، بيقول لها دكتور شامي هيدي الحبة كيف طلعت؟ بتقول له هيك طلبت، بيقول لها انه مرشار بالشفيها. بنوتي هي وصغيرة كانت مريضة، كان مشمع كبدة، قامت رحت واخذتها على الست زينب. رحت فجأة انه انشالت من ايدي، انا خفت من هيك اشياء. ما في فترة ربع ساعة لوحدة رجعت قشت على أنا واقفة على بين إيدي، فأنا من هالشي هذا صرت أنا أستعد. وهلأ كمان من فترة 4 سنين عملت حادث، لأن إجتها أنه ضربة مأزية بسنسلة ظهرها. انظر ما خليت ولي وما خليت ندر، خدنا عصة زينب رحنا ووقفت قاعدة بالأرض، وكيف وقفت تكمشت بقفصتنا زينب، ونحن عن جد تفاجأنا وصرنا نبكي. بدي ضلني انظر لعند ما موت، بقولوا ام الندورة بتموت مقهورة، مش صحيح الحكي هيدا، لأنه ربنا عن جد بيسمع. الوالدة متعبدة كانت مر الياس، وكانت بالبيت حتى بالبيت العادي كانت عاملة زي هيك، حتى صور مر الياس متعبد له وندورات لعنده كذا، صارت تكبر المزار يعني، صرت تحط زيادة صور. في احد النسوان عندها بروبلم بصدرها درنت، وعملت فحوصات وطلع مع ميكروب وبدش تعمل عملية ودرن. كانت تجي لعندها تقول لها انا تقول لها ولا تساوية عملي لي، قلت لها انا بعمل لك تساوية بس انت امني، تعطيها زيت من مارليز تحط على قطني وتحط وتضب. ضلت على اسبوع تعمل هيك، بعدين حست شي راح عندها، عملت فحوصات ما عادش عندها شي. هلا نادرة وقت عرسة قص شعر كتير قصير، لأنه عندك صديقة كتير عزيزة على قلبي معها كانسر وما عندها شعر براسها. في كثير ناس عم بيعطوا شهادات انه شفيوا بشفاعه القديسين. يعني انا اشاهد رؤساء وزاره ياتون الى هناك، وزراء ياتون الى هناك، فنانين وفنانات ياتون يزورون. فكره النذور هي فكره انه تنطلق من الحاجه، هيك بلقاء مع قديس بيعتبروه هو الوسيط عند الله حتى يتدخل ويامن لهم الشفاء. يعني اغرب نذر امراه طيبه فوجئت أنها جاءت وقالت أنا ندرت أن أعتكف داخل الإمام يمكن 10 أيام. هذا صعب، يعني امرأة تنام لوحدها داخل المقام ليلا نهارا 10 أيام، فهذا كان ندر مستغرب.
فهل هي مجرد موروثات لطقوس وعادات اجتماعية وربما دينية، خصوصا وأنها ذات جذور تعود لأقدم العصور ولم تغب يوما عن العبادات القديمة؟ وهل ما اجتمع عليه الناس من مسيحيين ومسلمين يلقى التشجيع والقبول من رجال الدين عندهم، خصوصا وأن غالبية هذه النذور تصب في مقامات دينية؟